شايفين حضراتكم الشاب ده هيحصل معاه موقف خيانة وغدر، انت او انا معرضين لموقف زي ده. دلوقتي في حوار ما بينهم في محل الحلاقة، تمام؟ دفعوا، هيسكت؟ لا، هيطلع له بقى السكين الكازلك، ها اضرب، ها اضرب. وقف الفيديو، بصوا في محل الحلاقة ده كام راجل واقف، كام شاب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حوالي 10 اشخاص. والله العظيم وقت الجد مفيش اي حد هينفعك. كمل الفيديو، اضرب، الضحية سايب نفسه غلبان، اضرب تاني سايب نفسه. بص الرجالة، الرجالة بيجروا برا ماشيين خلاص، واللي قاعد بيحلق كمان، اللي قاعد بيحلق قالك استنى افتح الباب يا عم، ارفع الباب انا مالي، كله خارج، محدش هينفعك والله العظيم. بصوا هنا بقى، بقى المكان مغلق، الضحية واللي ماسك السيف بقى ولا الكازلك الطويل اداله ضربة في وشه. في شخص هو واقف ورا بيحاول يهدي الموقف لكن البلطجه عاوز يضربه. ابو اخضر ده ما تعرفش هو بيحاول يسلك ولا يعمل ايه. بصوا بقى هنا يعني عمال يضربه وسايب نفسه. طبعا هنا حصل له نزيف، والشابين اللي ورا دول واقفين خايفين، خايفين يعملوا اي حاجه خالص. انتوا متخيلين؟ طب هنا يا كابتن، الضحيه خايف ولا جبان؟ لا هو مش جبان، هو خايف. في فرق بين الجبن والخوف. الجبان شخص ما عندوش الجرأه انه يواجه، اما الشخص الخايف عقله اتسمر، وقف مكانه كده من الصدمه، شك، مش عارف يتصرف ازاي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نزيف طبعا من أكتر من ضربة. طبعا شكرا لرجال الشرطة المصرية إنهم قبضوا على المجرم ده، وإن شاء الله مؤبد بإذن الله رب العالمين، لأن الأشكال دي حرام تكون موجودة حوالينا. يا كابتن جابر علمني الدفاع عن النفس لو في موقف حصل زي ده. أثبتت لكم حاجة مهمة جدا حضراتكم، وقلتها في كل فيديوهاتي، إن وقت الجد والله العظيم محدش هينفعك، انت حرام تسيب نفسك تموت زي الدجاجة. الضحية هنا ربنا سترها عليه، لكن هل كل مرة، هل كل مرة هتساب كده؟ من رحمة ربنا ان البلطجي كان بيضرب بطريقة العصا، يعني بيضرب مش بيطعن، لا بيضرب بالشكل ده. لكن هل كل مرة هعدي كده منها؟ لا. اتبعوا معايا الخطوات لعله يكون علما نافعا. رقم 1، ما تحطش نفسك في مشاكل، ما تحطش نفسك في حوارات، خليك انسان محترم لنفسك قبل ما تكون محترم للناس. ما تعاكسش بنات الناس، لو انت عليك ديون سددها، تمام؟ خليك في حالك، كل الناس هتحترمك. رقم 2، لو حصل اي خناقه مع اي شخص، وحتى لو الخناقه دي تم يعني انها تفضت بالتصالح، برضو احذر، ان الشخص ده ممكن يغدر بيك، ممكن يخونك. يعني لو حسيت بتهديد بلغ الشرطة، لو انت حاسس بخوف اتعلم الدفاع عن النفس، امشي معاك اي اداة، لكن تكون مآمن كده لا. الموقف اللي حصل هنا اكيد في حوارات ما بينهم هما الاتنين، مش هيحصل من الباب للطاق. طب يا كابتن جابر انا خلاص اتحطيت بقى في الموقف، الناس هتنفعني؟ لا، ما تعتمدش على الناس، لازم تعتمد على رب الناس ثم على نفسك. الافضل من ايدك الادوات. لقيت عصا، لقيت طوب، لقيت رمل، لقيت كرسي، لقيت اي شيء، استخدمها للدفاع عن النفس. الادوات اهم من ايدك. هنا هنلاحظ كان في ايه؟ كان في ترابيزه جميله اهي، تمام؟ كان ممكن يستخدم الترابيزه كوقايه، كيضرب بيها، تمام؟ او يصد بيها. كان ممكن يستخدم الكرسي، كان ممكن يستخدم شاشه التلفزيون، لكن فضل عقله واقف كده اتسمر. ليه بقى عقله واقف؟ الخوف بقى. نبض القلب سريع جدا جدا جدا، بيحس برعشه في جسمه، بيحس بزغلله، لانه مش عارف هيتصرف ازاي. علشان كده لازم تتعلم ازاي هتتصرف. طب يا كابتن جابر بقى اسوأ المواقف، مفيش مكان اجري، مفيش ادوات، انا والشخص ده بس. هنا انت لازم ولابد انك تركز على مسك المفصل، المفصل ثم المفصل. ليه؟ لان المفاصل في جسم الانسان مسؤولة عن التقريب والتبعيد والمرونة واللف والدوران، يعني حركات ايدك كلها، تمام، بتيجي من المفاصل. فانت لو مسكت المفصل بقوة مش هيقدر يقرب السلاح منك. لما تمسك بايدك بقى المفصل، ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن وانت راح تمسك السلاح، لان ايده عمال تتحرك، ممكن تغلط، ممكن تلاقي ايدك دي جت في بطنه او في صدره. ما تقلقش، لو جت في بطنه او صدره تروح على طول تمسك ايده برضه، هو هيقاوم معاك مش هيسيبك. ممكن يضربك بايده التانية صدها، لكن اوعى يعني تركز مع الايد الفاضيه، ركز على الايد اللي ماسكه السكين. طب لو هو ادى السكين
للايد التانية تروح على طول للايد التانية. طب علشان تنجز بقى ما يفضلش يبدل بالايد والايد او يضربك جامد، مجرد ما مسكت السلاح ابعد السلاح عن جسمك واضرب بالروسية هيد بوت ضربة قوية جدا في الانف، ضربة واثنين وثلاثة بركبتك تحت الحزام، اضرب في ايده بقوة، اسحب منه السكين تمام. او ممكن بعد ما تضربه وتمسك المفصل بقوة ترفع ايده لفوق ايوه وتلفها، تحط وزن جسمك على كتفه وتجيبه على الارض وتسحب منه السلاح. مفيش حاجة اسمها هقف كده اتفرج، ما ينفعش تسيب نفسك تموت زي الفرخة انك تفعل شيء افضل من لا شيء. مفيش حاجة اسمها ان انا هخاف. اتعلموا يا جماعة الدفاع عن النفس وقت المواقف زي دي، محدش هينفعك بالله عليكم. خليكم ناس في حالكم، بالله عليكم بالله عليكم، ربنا يحفظكم من كل سوء من كل شر. ما تدخلوش نفسكم في اي مشاكل واي حوارات، واتمرنوا الدفاع عن النفس وكرروا التقنيات مرة واثنين وثلاثة، والحمد لله ان ربنا سترها معاه. ولكن مش كل مرة للأسف هتعدي كده بسهولة. أتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.